مرة تانية برجع لحضراتكم مع زملائي الأعزاء من أحلى شواطئ في مصر من العلمين الجديدة. خلونا نروح مرسى مطروح، وتحديدا مع مريم حسين من شاطئ الغرام في مرسى مطروح. مريم، كلميني عن مرسى مطروح كمصيف، وقولي لي انت واقفة فين، ايه اللي بيحصل عندك، الجو عندكم حلو كده زي عندنا في العلمين الجديدة؟ برحب بيكي يا لما من جديد، وبرحب بزملائي محمود ونسرين، وطبعا بكل مشاهدينا. الحقيقة ان الاجواء في مرسى مطروح يعني اجواء صيفية بامتياز، درجة الحرارة معتدلة. يعني احنا يمكن موجودين هنا من الساعة 8 الصبح، وبنشهد الشاطئ بيشهد توافد اعداد كبيرة جدا من الزائرين على مدار اليوم. خليني اكلمكم عن المكان اللي احنا موجودين فيه. احنا موجودين في شاطئ الغرام. شاطئ الغرام هو احد اكبر واهم الشواطئ اللي موجودة في مرسى مطروح، وهو الحقيقة يعني اسم على مسمى، لأن الشاطئ ما اعتقدش أن في حد بيزوره إلا وبيغرم بجماله وبيعقد النية أنه يرجع تاني للشاطئ ويزوره مرة تانية. لو هنتكلم شوية كده عن نبذة تاريخية سريعة عن الشاطئ، فخليني أقول أن الشاطئ ده يعني ممتد من عام 1950. العام ده تم طرح فيه فيلم شاطئ الغرام ببطولة الفنانة الكبيرة ليلى مراد ولفيف أيضا من الفنانين بالظبط. فبالتالي سمي هذا الشاطئ نسبة للفيلم. كمان الصخرة، صخرة ليلى مراد الشهيرة واللي بتظهر من خلفي، أيضا اكتسبت اسمها من الفنانة ليلى مراد واللي اتغنت عليها بأجمل الأغاني. فبالتالي الشاطئ ليه طابع خاص جدا ومميز لكل أهالي مطروح والأيضا زواره. كمان ده شيء طبعا يعني مميز وشيء عظيم جدا. أما بالنسبة للشاطئ فهو بيبعد بحوالي 17 كيلو متر عن مرسى مطروح. الشاطئ مجهز بألعاب مائية مختلفة جدا، كمان في ألعاب شاطئية بيفضل الزوار ان هم يمارسوها من كرة القدم والكرة الطايرة وغيرها. اما بالنسبة للمية وجمالها فاعتقد ان الصورة من ورايا بتكفي وتوفي وتعبر عن نقاء المية وتدرج الوانها، ويعني صورة الحقيقة خلابة جدا. كل ده شيء عظيم وكل ده شيء مميز طبعا، ما فيش احلى جدا من مرسى مطروح. ولكن الحقيقة ان المحافظ بالضبط، ولكن الحقيقة أن المحافظة لم تكتفي يعني بهذا القدر من الجمال، بل كمان بدأت أعمال تطوير في الشاطئ. فتم إنشاء 18 شاليه مجهز لاستقبال الأهالي، كمان تم إنشاء 7 محال تجارية ومطاعم وكافتريات مناسبة لكل الأذواق، بالإضافة لتوسيع وزيادة عدد دورات المياه تجنبا لحدوث أي ازدحام مع نهاية اليوم. كمان تم إنشاء ممشى خرساني ممهد، طبعا احنا عارفين ان الرمل التحرك فيه بيكون صعب شوية، فتم انشاء هذا الممشى بحيث ان الحركة تكون سهلة لرواد هذا الشاطئ. اما الشيء الفارق واللي بعتبره من اهم الاعمال التطويرية اللي حدثت للشاطئ هو انشاء مسرح ليلى مراد. المسرح ده من المقرر ان هو يضم حفلات موسيقيه متنوعه، تراث فني جميل جدا. فبالتالي الشاطئ مش بس مجرد شاطئ عادي، ولكنه كمان اصبح ملتقى فني جميل جدا. وهزيد على هذا الجمال يا لما جمال تاني، وهو ان المسرح بيطل على صخره ليلى مراد من خلفي، فالمشهد خلاب جدا. واقل وصف يعني نقدر نوصفه جداً. انه يعني لوحه فنيه مرسومه بادق التفاصيل. حقيقة وصفك دقيق جدا يا مريم للحالة في شاطئ الغرام في مرسى مطروح وجمال الحالة دي، لأن هي حالة الحقيقة كل المصريين ارتبطوا بيها إذا كان من الفيلم أو من الأغاني. ومرسى مطروح من أجمل شواطئ مصر ومن أجمل مصايف مصر. احكي لي عن المصيفين، عن الأعداد التقريبية، هل كلهم بضرورة من أهل مرسى مطروح ولا لسه بيقبل عليها يعني ناس من المصريين من محافظات تانية، لأنه هو مصيف مهم ومن أحلى شواطئ زي ما كنت بقول؟ يعني يمكن الصوت بالنسبة لي مش واضح شوية، ولكن أحاول أجاوب على الجزء الأول من السؤال. الحقيقة إن احنا كان لينا لقاء مع عدد كبير من زوار الشاطئ، تمام، واللي بدورهم يعني كان في جزء كبير منهم بيجي وبيرتاد على مرسى مطروح من 20 سنة ومن سنين كتير، وكل سنة بيختاروا وجهتهم تكون مرسى مطروح.
فبالتالي بصراحة يعني الأجواء جميلة جدا، وأعداد الوافدين والزائرين من مختلف محافظات مصر، كمان في سياح أجانب، يعني مطروح كمان بتستقبل عدد كبير من السياح الأجانب من خلال طائرات الشارتر اللي بتهبط في مطار مرسى مطروح ومطار العلمين.